بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس وهنستمر في الجزء الخاص بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج. هنتكلم النهارده عن حاجه جديده، حاجه اسمها الكونستراكتور. يعني ايه كونستراكتور دوت اصلا؟ الكونستراكتور عباره عن فانكشن، بس الفانكشن دي خاصه شويه. خاصه شيء ازاي؟ الفانكشن دي ملهاش ريتيرن تايب. يعني ايه ملهاش ريتيرن تايب؟ يعني ما ينفعش مثلا اعمل لها void او int او عمرها ما هتعمل return، ما لهاش نوع. تمام. تاني حاجة، الفانكشن دي اسمها نفس اسم الكلاس بتاعي. تالت حاجة، الفانكشن دي بتشتغل بشكل تلقائي، مش انا بعمل لها كول. طب الفانكشن دي ايه وظيفتها وليه هعملها مدام هي هتشتغل لوحدها وانا مش هعمل لها كول ومش هقدر اندها في مكان معين؟ الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتعمل initialization للداتا بتاعة الكلاس بتاعي. يعني ايه؟ مثلا لو انا عندي هنا الهيومن دوت ليه string name وليه مثلا double age، باجي اعمل constructor اسمه هيومن. هيومن ده وظيفته ايه؟ هيومن ده وظيفته ان انا ادي default value او initial value، قيمة مبدئية للحاجة بتاعتي. هقول له مثلا النيم هنا بيساوي double quotation double quotation، دي معناها ان انا بقول له النيم ده هيبقى فاضي مفيش جواه داتا، وهقول له ان الايج بيساوي 0. طيب هنشيل الفانكشنز دول كده شوية وهخلي الفانكشن اللي اسمها show دي بتعرض لي النيم، وبتعمل لي بعديه end line بتعرض لي الايج وادي اند لاين. هاجي هنا هعرف اكس وهقول له هيعمل لي الاكس دي ايه؟ شو انا عرفت اوبجكت اسمه اكس وقلت له اعمل لي ليه شو. مجرد ما بقول له هيومن اكس دوت، هو بيروح للكلاس علشان يكريت حاجه اسمها اكس. طب وهو بيكريتها، ما دام انا عندي كونستراكتور بالشكل ده، هيدي قيمه اللي اسمها نيم نو فاليو، اللي هي مكان فاضي، انا هخليها نو فاليو عشان تبان لنا نو فاليو، وهيدي ايج القيمه اللي بزيرو. طب نجرب نران كده ونشوف الشكل. النيم طلع لي ايه؟ نو فاليو. الايج طلع لي ايه؟ زيرو. يبقى هو ادى قيم ديت جواه. طب قبل ما كنت بعمل الكلام ده، يعني انا لو شلت الكونستراكتور ده بالشكل ده وعملت ران دلوقتي، هيطلع لي ايه؟ طلع لي garbage، طلع لي كلام غريب. ليه؟ لان انا قلت له اظهر لي حاجه من غير ما اديها قيمه مبدئيه. زي بالظبط كده في الانت والفلوت والدبل لما كان بيطلع لنا garbage من الميموري لما نيجي نشتغل على الحاجه. فانا دلوقتي constructor وظيفته ايه او لازمته ايه؟ هو عباره عن function خاصه وظيفتها او ليها نفس الاسم بتاع الكلاس بتاعي، ملهاش return type. الفانكشن دي بتتنده تلقائي بمجرد ما كريت اوبجكت جديد. انا ما ينفعش استدعي الفانكشن دي مره تانية، هي بتستدعى مره واحده وبتستدعى بمجرد انشاء الاوبجكت بس. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.